ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamu alaikum, Sheikh Yusuf. How are you, my brother? I hope that you are in good health. I send you this video as a kind of help for you how to recite Quran with the narration of Warsh, Riwayat Warsh and Nafi and Madani. Inshallah, I want you to focus more in this video. It's so important for you. Jazakallahu khayran. A'udhu billahi minash shaytanir wajim. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Let's carry on another surah. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله